هايبوميلانوزيس عبارة عن مالتيبل سمول ارياس كواليسنج انتو ريجولار بروسايكليك ماكيولز وايت شيدز اند بوث ويل اند ال ديفايند ايدجز. خلاص، وما فيهاش طبعا ايه، ما فيهاش اي سكيلز طبعا، ده نون سبيسيفيك، دي كلها نون سبيسيفيك فايندنجز. في البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن هلاقي في الغالب ان الهايبر بيجمنتيشن ده بيكافئ ما قبله، مش ده كان بوست انفلاماتوري يعني اكوردنج تو ذا بريفيوس ديزيز، اكوردنج هو المرض كان ايه بالظبط، اكوردنج تو ذا اوريجينال ليجن. في الغالب بيدي شكل السكار بيبقى بيدي انطباع، او شكل البيجمنتيشن بيدي انطباع على الليجن اللي قبل كده. ده طبعا ستار لايك ارينجمنت، ده تيبيكال في البوراجو نوديولارس. الفيتيليجو، هل مهم في الفيتيليجو؟ مهم في الفيتيليجو لسبب، انا الفيتيليجو يهمني فيه ايه؟ يهمني فيه هل هو اكتف ولا هو كويسنت يعني، او كونستنت او ثابت. تمام، طب الاستابيليتي والريبيجمنتيشن اوف فيتيليجو بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على المارجنال اند بيري فريكولار هايبر بيجمنتيشن، الريتيكولار بيجمنتيشن والمارجنال اند الريتيكولار بيجمنتيشن، يعني حسب الشكل البيجمنتيشن، هل هو مارجنال وبيري فريكولار هايبر بيجمنتيشن، هل في ريتيكولار بيجمنتيشن، هل في مارجنال ريتيكولار بيجمنتيشن ولا لا. طيب لو ايفولفنج فيتيليجو ليجنز هلاقي في البدايه او ايرلي فيتيليجو ليجن ريديوس بيجمنتال نتورك اللي احنا شفناها في الاول خالص في النورمال سكين، او ابسنت بيجمنت نتورك، او ريفرسد بيجمنت نتورك، او بيريفيريكال هايبر بيجمنتيشن اند بريليجنال هايبر بيجمنتيشن اند وايت جلو. ده بنشوف كده بقى بشيء من التفصيل، ادي الاكتيف ليجنز اوف جاتيت فيتيليجو، ايه السهم ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على البيريفيريكال بيجمنتيشن. تمام، unstable vitiligo showing residual peripheral ايه pigmentation اللي هو السهم الاخضر ده. تمام، طبعا الباك جراوند كلها دي pigmentation، والباقي اللي هو الريبيرنج peripheral ايه pigmentation، وده طبعا في unstable vitiligo. الصوره رقم بي altered pigment network، لو ناخد بالنا ان الشبكه بتاعت الجلد او سوري البيجمنت نتورك بتاع الجلد الموضوع اختل بقى، في حاجات دارك وحاجات ايه لايت. البيرلي وايت جلوبيولز دي من ضمن علامات الانستيبل فيتيليجو، يبقى ده انستيبل معناه ايه؟ ان انا ممكن اديله انستيبل او ايفولفنج يعني بدا يزيد. الستار بيرست باترن اول ما اشوفه يبقى ده برضو ايه؟ ها انستيبل فيتيليجو. يبقى انا كذا كده عرفت من اربع حاجات ان ممكن يبقى انستيبل فيتيليجو او ايفولفنج فيتيليجو او فيتيليجو هيزيد. خلاص، الستيبل وري بيجمنتنج فيتيليجو هلاقي فيه ليكوتريكيا، هلاقي ان الشعر بقى لونه ابيض، هلاقي بيريفريكولار دي بيجمنتيشن، بمعنى ايه؟ بمعنى ان ان السكين بدا ياخد البيجمنتيشن من حوالين الشعرايه، دي علامه من علامات انه بدا يتحسن. هلاقي فيه اريثيما وتلانجكتيزيا، يعني لو لقيت اريثيما وتلانجكتيزيا اوف ليجن هعرف ان ده في الغالب ريبيجمنتنج فيتيليجو، ده طبعا ايرلي فيتيليجو بلاقي فيه ريديوسد بيجمنتال نتورك او ابسنت بيجمنت نتورك او ريفرسد بيجمنت نتورك. او بيريفيريكال هايبر بيجمنتيشن او بيري ليجنال هايبر بيجمنتيشن حوالين الليجن. ده بالنسبة للهايبو بيجمنتد ليجنز. نيجي الهايبر بيجمنتد ماكيلو بابيلر ديزيز، هل هيفيدني في حاجة؟ ممكن البتريز برسي كلر درموسكوبي في الغالب هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه فاين وايتش سكيلز في الغالب موجودة في السكين فاروس، ومعاها بيجمنت نتورك كومبوزد اوف براون ستريبس اور ديفيوز مور اور ليس هوموجينوس براونش بيجمنتيشن. طب نشوف الموضوع كده، لو قربنا هلاقي ايه؟ هلاقي في فاين سكيلز ليميتد للسكين فارس في الغالب، ومعاها ديفيوز براونش بيجمنتيشن. طب اللايكن بلانس بيجمنتوزا نون سبيسيفيك شويه، هلاقي فيه فاين اور كورس بلو جراي براون دوتس على براونش باك جراوند. بيجمنتد ليجنز اوف اريثيما اب اجني، اريثيما اب اجني طبعا عباره عن كرونيك هيت اكسبوجر نتيجه
المساج تولز او نتيجه الناس اللي بتحط اللابتوب على رجلها باستمرار او الناس اللي بتقرب من الدفايه كتير، بيبقى عباره عن الريتيكولار بيجمنتيشن زي ما احنا شايفين كده. انما لو قربنا بالدلوسكوب هلاقي فيها ايه؟ التلانجكتيزيا الواضحه دي ومعاها بيزار ارياس اوف بيجمنتيشن. التيرا فيرما فورمي درماتوزس من افضل الحاجات في تشخيصها الدرموسكوب، لان نشوفها تبين لنا واتس كولد لارج بوليجونال بليت لايك براون سكيلز، وده طبعا واضح دي صوره المريض كلينيكالي، ودي ده شكل ايه الليجن بي الدرموسكوبي. الاميلودوز هل يفيد في الدرموسكوب؟ ممكن يفيده، بيورينا ده مالتيبل ريبلنج براونش ماكيوز رايت لور ليج، هي بتورينا ايه مالتيبل يونيفورم سمول سنترال هاب. لو ناخد بالنا ان في دارك بيجمنتيشن في السنتر وذ براون فاين ستريكس راديتنج فروم السنتر اللي بنسميها فينيشن، بيجمنت فينيشن ده في ال في الاميلودوسس. ادي الفينيشن اكثر وضوحا اهو، ادي السنترال هاب وطالع منه البيجمنت حاجه زي الستار بيرس كده او زي السودو بودز طالعه منه، ده نفس الكلام بيورينا الفينيشن. طيب الهايبرتروفيك لايكن بلانس يعني تقريبا يعني طبعا قليل جدا ما بلاقي فيه الويك هامسترايا، ولكن ممكن الاقي فيه الريبلينج ريبلينج سيرفيس، وممكن الاقي فيه كوميدو لايك ستراكشر فيلد ويز يلو كيراتينس بلاك بيسموها زي الكورن بيرس كده. فهو في الغالب هيبقى نون سبيسيفيك، يعني مش هلاقي فيه الويك هامسترايا او التيبيكال او الكلاسيك ويك هامسترايا، ولكن هنلاقي في حاجات تانية زي ما احنا شايفين كده كيراتينس بلاكس موجودة اهي، البرايجونيداليس في الغالب هلاقي فيه وايت ستار بيرست باتر، ادي شكله اهو وايت ستار بيرست باتر. النيودورال سكيبس مش هلاقي فيه كرايتيريا بقى بتاعتي، يعني ابقى محظوظ جدا لو لقيت فيه كرايتيريا بتاع السكيبس، ولكن في الغالب مش هلاقيها، هلاقي فيه نون سبيسيفيك ليجن اللي احنا شايفينه ده اللي هو نون سبيسيفيك فاسكولار ستراكشرز بيلي دوتد ايه دوتد فيزرز. طب البرفوريتنج ديس اوردرز الموضوع ممكن يبقى اكثر وضوحا، لان بلاقي فيه كونسنتريك ارياز، لو ناخد لاحظ ان فيه 3 كونسنتريك ارياز موجودين حوالين بعض، والسنترال راوند براونش جرينش يلو براون ستراكشرز اريا في النص اهي، حواليها وايت كيراتوتيك كولايت وفي اريثيم تسهيله بره، يبقى دول عباره عن 3 كونسنتريك ارياز. طبعا ده اما بشوفه بالميكروسكوب ده مؤشر ان ربما في هنا بيرفوريتنج ديس اوردر. الاسوديرماز نان سبيسيفيك في الغالب كريتيريا، فمش هتفيدنا قوي في الاسوديرما. في جوفينايل زانسو جرانيلوماز لو شفت ليجن عند مريض بالشكل ده على الاقل يعني انا هبدا اشك في مالتيبل، هيبقى في دماغي كذا ديفرنشال دياجنوزس ومنهم الجوفينايل زانسو جرانيلوما. هنا هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها هي لها تو بارتس، جرانيلوماتس انفلاميشن وده نون سبيسيفيك وبيظهر اورنج، لو ناخد بالنا ان في اورنج باك جراوند، وفي زانسوماتس كومبوننت وده اللي بيدينا يلو ال ديفايند هوموجينس كلودز. يبقى انا عندي باك جراوند بتاعت الجرانيلوما اللي اتفقنا عليها قبل كده اللي هي اي جرانيلوما احنا اتفقنا ان هي بتبقى بتدينا اورنج باك جراوند، وليها زانسوماتس كومبوننت اللي هو في شكل اليولو جلوتس اللي هي الليبيدز اللي بتتجمع. لكن نقول يس ده وان اوف بيجمنت بيربوريك درماتوزس. طب لو ليجن ده جالي طبعا كلينيكالي ممكن افكر حاجات كتير جايه منها الدرماتايتس ومنها لايكن بلانس، ولكن لو قربت بالدرموسكوب هلاقي الموضوع اختلف شويه، هلاقي فيه البيربوريك ليجن زي الباك جراوند طبعا اورنج، ولكن في طبعا جولدن بيجمنتيشن بنسميه جولدن بيجمنتيشن، وفي ار بي سيز اكسترافازيشن اللي هو ده، وده كاركترستيك فور بيجمنت بيربوريك درماتوزس، ومنهم مين؟ منهم اللايكن اورياس. طبعا في البدايه الموضوع ممكن يبقى محير شويه وممكن يعني لخبطنا في الاول، ولكن انا يعني عايز حضراتكم تطلعوا على الاقل يعني في البدايه ان الدرموسكوب في تشخيص السكين ديزيزز ممكن يضيق موضوع الديفينشال دياجنوز، يعني ممكن انا لو شايف ليجن وفي عياده زحمه شويه او عياده انا محتاج ان انا اشوف الكلينيكال فايندنجز بشيء من التفصيل، اشوف اذا كان في
اكسترافازيشن بار بي سي اذا كان